أخت ميسن، عاوز أسألك سؤال هو من شقين. الشق الأول تحكي طبعا من خبرتك كشخص كمؤمنة عايشة في أرض سوريا، شو يعني الرسالة بعد كل المعاناة هاي واللي شفناها، شو الرسالة بدك توصليها؟ والشق الثاني من نفس السؤال كإعلامية معروفة جدا في سوريا، كإعلامية شو الرسالة اللي أنت بدك توصليها كمان للعالم؟ يمكن اليوم إذا بدي أقول كإعلامية، خليني بلش من الشق الثاني من سؤالك أخ نزار. كإعلامية اللي بدي وصل كلامي اللي بدي وصله من خلال برنامجك ليكن نور، نحن ما عم نستعرض هذا الكلام على شاشات التلفزيون لحتى نقول لهم إنه نحن ما بنحبكم للي أنتوا قمتوا بهذا العمل. رح أقول لكم كلمة واحدة من خلال قلب يسوع اللي بقلبنا، إنه نحن بنحبكم رغم كل الشر اللي انتم عم تعملوه. نحن متاسفين انكم انتم قمتوا بهذا الشيء ووصلتوا حالكم لهيدي المرحله، من انكم توصلوا حالكم لهيدي المرحله من الاسى ومن هيدا الالم والموت والجحيم بالنهايه. لكن رسالتي اليوم بقول لكم توبوا، هيدا بوصلها، هيدا رساله للاشرار اللي الشر هو اللي مسيطر عليهم. الرساله الثانيه قلتها خلال الكلام، خلال سردي للكلام اللي كنت عم بقوله بالأول. رسالة تانية اليوم بقول للكنيسة في العالم إنه فعلا تتحرك بالصلاة، وتتحرك بإنه فعلا ترجع تبني الكنائس اللي تهدمت، وتبني الإنسان بالمناطق اللي تهدمت، وتبني البناء، تبني الإنسان بالدرجة الأولى. ونقول لهم كفى للناس السياسيين اللي هن فعلا بسبب مصالح، بسبب سياسات معينة، بسبب طمع بهيدي المنطقة، بسبب الثروات اللي موجودة فيها، كمان لهم كفى. من فضلكم كفى، لأنه الأسى اللي كنا شايفينه بعيون الأطفال اللي كانت بالمخيمات الموجودة على أطراف مدينة الرقة كانت بتقطع القلب. مظهر النساء اللي كانت عم تطبخ بالعراء، اللي كانت بعد شوي او بالاحرى صار المناطق الصحراويه في برد، بالصيف في حر، كل واحد فيكم يتخيل انه امه او اخته او ابنه او زوجته بهيدا المشهد. فرسالتي لكم كفى، ارجوكم كفى، كفوا ايدكم عن بلادنا. بلادنا كل عمرنا نحن متنعمين بالخير، بالسلام، بالأمن. بنقول لكم كفى لحتى ترجع بلادنا أفضل من الأول. يعني أنا عم بحكي سيس، يمكن شوي كلماتي ما عم تسعفني إني أحكي اللي موجود بقلبي، لأنه حقيقة عم المشهد اللي أمامي بالمخيمات بعين عيسى اللي زرناها مشاهد كانت بتقطع القلب، ما عم تقدر تروح من بالي. فهيدا رسالتي للكنيسة في العالم، وهيدا رسالتي للسياسيين في العالم، وهيدا رسالتي للأشرار اللي هن عم يعبثوا بهالبلد.